بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أوفي برامج قناة القرآن الكريم الخامسة للتلفزيون الجزائري، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نرحب بحضراتكم إلى حلقة جديدة وعدد جديد من برنامجكم الأسبوعي المخصص لفقه المرأة والأسرة أن يتفقه. نلقاكم بإذن الله تعالى في جلسة من جلساتنا التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبها في مجالس الصالحين، لنناقش بإذن الله تعالى موضوعا في غاية الأهمية. لم يعد الإسراف سلوكا فرديا بل ظاهرة تعاني منها الأمة، فالميسور يسرف وغير الميسور يسرف، وهذا الأخير قد يصل به الحد إلى غاية الاقتراض أو الاستدانة للوقوف أو تلبية متطلبات وحاجيات أسرته بما فيها الكماليات، وقد يزيد هذا الأمر أي الإسراف الطين بلة لدى الكثير من الأسر والأولياء، وقد يصل الحد بأحدهم إلى أن يصرف أمواله في المعصية دون شعور والعياذ بالله. موضوعنا إذن بإذن الله تعالى في هذه الحلقة من أن يتفقهن حول الإسراف والتبذير تحت عنوان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. طبعا هذا تلبية لطلبكم مشاهدينا الكرام، حيث كنتم من خلال أسئلتكم وانشغالاتكم التي وصلتنا قد سألتم في حول موضوع الإسراف والتبذير وعن كيفية ترشيد النفقات. طبعا دائما أسئلتكم هي التي تقودنا إلى اختيار مواضيع برنامج أن يتفقهن، طبعا في حضرة معلمتينا اللتين بإذن الله تعالى ستجيبان بالتفصيل على كل الانشغالات والأسئلة التي وصلت البرنامج. دائما أرحب وأنا في غاية السعادة باستضافة معلمتينا، على يمين البروفيسور عقيلة حسين المتخصصة في الفقه وأصوله. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أختي نصيرة، مرحبا. أهلا بك. وأيضا دكتورة ملكة بالعالية المتخصصة هي الأخرى في الفقه وأصوله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك الأخت نصيرة، ونحن أيضا سعداء جدا بتواجدنا في هذا المجلس المبارك. بارك الله فيك يا أختي ملكة. إذن نرحب بكل من يتابع هذه الحلقة من برنامج أن يتفقهن، والمخصصة كما ذكرت للحديث عن الإسراف والتبذير وترشيد النفقات تحت عنوان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أبدأ كالعادة بالتمهيد للموضوع في بداية كل حلقة، وأبدأ اليوم مع البروفيسور عقيلة حسين. بروفيسور عقيلة، جاء الإسراف والتبذير في العديد من النصوص القرآنية، ما هي المواقع أو الأقل بعض المواقع، لأن الوقت لا يسمح ربما بالتفصيل في كل هذا، ما هي بعض المواقع التي ذكر فيها التبذير والإسراف في النصوص القرآنية؟ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبي طول يحييك أختي نصيرة، وحييك دكتورة الملكة، وحيي فريق العمل ومشاهدينا الأفاضل. فعلا الموضوع مهم جدا، والأخوات أكثرنا من الأسئلة في هذه المسائل. وإذا ربطنا الإسراف والتبذير بالتأصيل الديني سنجد بأن في ديننا هناك الخصال الحميدة وهناك الخصال السيئة، وصنف الإسراف والتبذير في للأسف الشديد في الخصال الغير حميدة وفي السلوكات الغير مرضية من الله سبحانه وتعالى،
خاصة أننا حينما نقرأ في آيات القرآن الكريم إن الله لا يحب المسرفين، فهذا المؤمن يريد محبة الله عز وجل ويسعى إلى كسب محبة الله عقيدة وإيمانا واستسلاما وخضوعا. ففي التأصيل الإيماني أننا نحب أن نؤتي ما أراده الله عز وجل ونترك ما نهانا الله سبحانه وتعالى عنه، من باب أن يحبنا الله عز وجل ونحن نحب الله سبحانه وتعالى. لكن حينما نقرأ في آيات القرآن الكريم في مواطن دقيقة أن الله لا يحب المسرفين، أتصور أننا نحاول أن نقف وقفة مهمة في هذه المسألة، ويتبادر إلى ذهننا كم هي الأشياء في حياتنا المادية التي لا نعير لها اهتماما، ولكن هي من صميم العقيدة، هي من صميم الإيمان، هي من صميم حسن التدبير كما ذكرتي، هي من صميم أخلاقنا الحسنة أن نبتعد عن مسألة مهمة وهي قضية الإسراف. القرآن الكريم، الآية القرآنية التي ضبط فيها الموضوع الإسرافي أو أنه ليس سلوكا حميدا وهو من السلوكات المذمومة ومن الأخلاق الذميمة، ما هو عنوان الحصة وما استفتحت به الحلقة؟ وهي قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. نجد بأن القرآن العظيم نهانا عن الإسراف، ثم أعقب كما ذكرت الإسراف بأن الله عز وجل لا يحب المسرفين. وسبحان الله، هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن شهر رمضان المعظم، وشهر رمضان الذي فيه أكل وشرب، فقال الله عز وجل: كلوا فيه شرب، فيه أكل، اشربوا فيه شرب، ولكن لا تسرفوا. مع أن شهر رمضان، لماذا؟ لأن النفس الإنسانية تشتهي الكثير، الجائعة الصائمة تشتهي الكثير، فأمر الله سبحانه وتعالى بالاعتدال. يعني الخصلة الحميدة في هذا السلوك وهي الاعتدال والتوسط، وديننا كله اعتدال وتوسط في كل شيء، حتى في الأكل والشرب. وكما ذكرت الأسئلة الكثيرة ربما ستقودنا إلى مسائل الأكل والشرب واللباس، لا نشتري كل ما نشتهي. بارك الله فيك. الآية الأخرى، الآية قوله في سياق الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده. نعم، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. في الزكاة كذلك حق الزرع وما يحصده الفلاح، فإنه ماذا يفعل؟ قبل أن يستهلكه وقبل أن يبذر يأتي، ومازلنا في الإسراف، مازال ما حقوش التبذير، لا يسرف، لأن هذا رزق، هذا خير، هذا فضل من الله عز وجل، فنربطه بصونه في الأمانة، أداء الزكاة وأداء الصدقات، ثم عدم الإسراف فيه. لماذا؟ لأننا سنتحدث إن شئت قبل، ربما في سياق الحديث فقط بعض الإشارات أشير إليها، ما يسمى الآن في الدراسات الاستراتيجية أو الدراسات الاقتصادية الأمن الغذائي. آتوا حقه يوم حصاده، أو قمح أو زرع أو شعير، ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. فالمسألة متعلقة ليس بتصرف الفلاح فقط، وإنها متعلقة بأمن غذائي لمستقبل الأمة، جزاك الله خير، في تخزينه وغيره. بالتالي الإسراف سيقودنا إلى مناحي كبيرة جدا. في آية أخرى في القرآن العظيم في صفات عباد الرحمن، الله عز وجل وصف عباد الرحمن: الذين يمشوا الأرض هونا، والذين يقولون سلام، وإذا خاطبهم جهنا قالوا سلاما. آيات جميلة تحدث، ثم يذكر الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. فالصفة الجميلة في القرآن العظيم في صفات أهل الإيمان، في صفات عباد الرحمن، هي أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا. فالضبط هو هذا هو. فالإسراف كما قال العلماء في المنحة في من خلال بعض آيات الكتاب العزيز، نجد بأن الآن ما هو ضبط الكلمة أو ما هو ضبط هذا المصطلح؟ قال العلماء: الإسراف هو أن تنفق وأنت محتاج وتزيد على حاجتك. في المسألة مش متعلقة بالتبذير، لأن تشري حاجة تحتاجها، ولكن لماذا تشتري اثنان؟
اشتريت كيلو فواكه، لماذا اشتريت 2 كيلو؟ المسألة متعلقة بهذا التبسيط، لكن التبذيرة هو أن تنفق، وإن المبذرين كان أخوان الشياطين. المسألة هي خطيرة، لأن التبذيرة هو درجة أخرى. لماذا أخت نصيرة؟ الإسراف قد يقودنا، إن لم نعرف ما هي حدود الإسراف سيقودنا كثرة الإسراف بارك الله فيك إلى التبذير، وبالتالي سنخرج من دائرة الإسراف إلى دائرة التبذير، وهو الإنفاق في ما ليس لك به حاجة. هذا هو التبذير الزائد على الإسراف. النتائج، النتائج ذكرت نتيجة مهمة في المقدمة وهي الإفلاس والاقتراض، ثم بارك الله فيك، والذهاب إلى الديون والذهاب إلى الاقتراض وتغطية حاجة على حساب حاجة، وبالتالي يبقى هذا الإنسان مسرفا، ويبقى هذا الإنسان فقيرا، ولا يحسن لا الاقتصاد ولا التنمية ولا الأمن البيتي في نفقته واحتياجاته. ثم إن خرجنا إلى هذا السلوك ذهبنا إلى النتيجة الإثم، ترتب على هذا السلوك الإثم، لأن الله عز وجل حينما يذم خلقا ويقول لا يحب، معنى ذلك أنه سيرتب على هذا التصرف سيئة، سيرتب على التصرف إثما، وبالتالي إن ترتب عليه إثما استوجب التوبة، إن ترتب عليه إثما استوجب أننا سنسأل يوم القيامة على مالك فيما أنفقته. فهذا المال فيما أنفق لا تزول قدم اكتسبه وفيما أنفقته، كيف كسبته وفيما أنفقته، خمس لا تزول قدم، إذا نسأل خمسا على خمس. هذا الخمسة الذي يسأل عنها الإنسان من بينها مالك فيما أنفقته، هل بذرته، هل أسرفت فيه، وهل أنفقته في حدود الله. ثم لما ربي عز وجل يذكر لنا الإسراف في آية الصيام وفي آية الحصاد في آية الزكاة، المسألة متعلقة، هل هذا الذي يسرف في ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا من له فضل زاد فليعطيه فلا يسرف فليعطيه لآخر من غير إسراف ولا يأكل ويشرب من غير إسراف ولا مخيلة. هاي كاين حاجة أخرى، مسألة أخرى دقيقة في النقاش، النتيجة وهي أن هذا المسرف هذا المبذر إلى أين حدود، ماذا يريد أن يصل؟ إشباع رغباته، التفاخر، إظهار الخيولاء وإظهار تكبر في المجتمع، هذه طامة كبرى مسألة التفاخر. يعني حبيت نقول مشاهدينا أن نمشي بهم إلى التأصيل الشرعي وإلى النتائج التي تقودنا من خلال أن القرآن نهانا عن هذا الإسراف وهذا التبذير. فلما نصل إلى مرحلة المخيلة اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ربطها بالإسراف في الحديث الشريف، ثم هذا المال قد يؤدي بك إلى أنك ربما لم تزكي، ربما لم تتصدق، إذا ما فائدة هذا المال الذي أصرفته وعاد عليك بالوزر ولم يعد عليك بالأجر والذي هو الخير والبركة في النفقة في البيت وفي الأسرة وفي الأهل، وأيضا الخير العميم على المجتمع ككل. والأشر من ذلك أخت نصيرة أن الذي يسرف على نفسه ويقتل في حق أهله في حق زوجته وفي حق أبنائه، هذا كذلك إثم كبير. فالنتائج لو عددناها لن نصل إلى النهاية، وبالتالي أتوقف هنا لنناقش كثير من المسائل في أسئلتك بارك الله فيك. أكيد سنتوقف عندها وأنتما تجيبان على أسئلة المتابعين للبرنامج بارك الله فيك. بروفيسور عقيلة، بروفيسور عقيلة أخذتنا إلى بعض المواقع ذكر فيها الإسراف في القرآن الكريم، ثم أجرت هكذا مقارنة بين الإسراف والتبذير وقالت أن التبذير هو درجة أعلى من الإسراف، ثم وقفت أيضا ولم تسترسل طبعا في انتظار الإجابة على الأسئلة، وقفت عند بعض الآثار التي يمكن أن يؤدي إليها الإسراف. قبل أن نصل إلى هذه الآثار ولا نكون ممن يعاني ربما منها، علينا أن نعرف الغايات والأهداف والمقاصد من مسألة ترك الإسراف والتبذير، وأيضا ما هي الآثار التي يمكن أن يعود بها حسن التربير أو ترشيد النفقات، وإن ذكرته بروفيسور عقيلة في عجالة
كيف ستكون آثاره على الأسر وعلى المجتمع ككل من كل النواحي؟ إن شاء الله بارك الله فيك أختنا سارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بك، مرحبا بك أستاذ عقيلة وكل المشاهدات الكريمات. أرجو من الله أن يوفقنا إلى الإجابة على كل انشغالاتهم وأسئلتهم في هذا الموضوع، خصوصا أختنا سارة أن الأمر يتعلق بالإسراف خاصة في التجمعات العائلية والولائم والأعراس إلى غير ذلك. الحقيقة الله تبارك وتعالى لم يغفل عن شيء في القرآن الكريم، وعطفا على ما جاءت به الأستاذة وتفضلت، الله تبارك وتعالى يقول في محكم تنزيله بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ذكر الكثير من الصفات التي يختص بها هذا المؤمن العابد الزاهد، ومن تشريف العبد أن الله تبارك وتعالى وصفهم بالعبودية، قال عباد ثم قال عباد الرحمن، يعني أضافر يعني نسبهم إليه، يعني النسبة كانت إلى الله تبارك وتعالى، وهذا يعني من الشرف بمكان. لكن لما ذكر هذه الصفات يعني الرائعة من قيام الليل والبعد عن اللغو، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم يخشون عذاب الله، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ثم يأتي في الأخير ويقول: والذين إذا أنفقوا. إذا ذكر مسألة النفق، إذا النفقة مسألة قائمة بذاتها، ثم ضبط هذه النفقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوامة. والقوام أخت نصيرة هو من الاستقامة، وهو من الوسطية والاعتدال، لا إلى الإفراط ولا إلى التفريط. والعلماء ضبطوا مسألة الإنفاق بين مراتب ثلاث: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. وقالوا أن الضروري هو الذي مع فقدانه وتركه يهلك بن آدم، بمعنى أنه ربما يموت من غذاء وكساء ودواء. والحاجي أو الاحتياجات هي التي تدخل الإنسان في مشقة مع افتقادها، مثل ما نعطوا أمثلة من الواقع أختي ناصرة، مثلا المركبة السيارة في البيت هي أمر جيد ومن الحاجيات، ولكنه بفقدانه يدخل الإنسان في مشقة، ولكن لا يموت الإنسان بفقدان هذه المركبة. لذلك بعدين إن شاء الله في الأسئلة سنضبط مسألة الإسراف والتبذير وترشيد الاستهلاك في البيت، والحكمة في كيف يعني الإنسان الفرق بين المتطلبات الضرورية وأيضا بين الكماليات، مهم جدا. نعم نعم أنا سأتي بعدين بعد الحاجيات ستأتي التحسينيات، وهي كلها من فضائل الأمور وكلها أمور زائدة لا تغني ولا تسمن، يعني هي أمور جمالية في غالب الأحيان. ولكن مع الضغوطات الاجتماعية للأسف الشديد والواقع أثبت ذلك، قد يغفل العبد وينفق في التحسينيات ويسرف ما يأتي بالضرر على الضروريات وعلى الحاجيات، وهذه أدوة بتقصيد. وهنا راه يتوقع المشكل، لأنه الإنسان لو كان ما يكونش قادر على الضروري كيف ينفق في التحسيني؟ لك أن تتصوري مثلا، والعلماء أعطوا أمثلة، العلماء الذين يواكبون العصر يعني ومن الواقع أتوا، من الواقع لم يأتوا، هما فرسان ميدان يعني على بالهم شو واقع في يقول لك مثلا الهاتف النقال الآن، مثلا طالب جامعي يقول لك أنا نشري هاتف أغلى شوية باش نقرأ به في تقنيات، ولكن هو من التحسينيات، قد يدرس في الحاسوب، قد يدرس بين دفات الكتب في الأوراق. في بعض التحسينيات أنفقنا عليها مال وغفلنا عن ضروريات والحاجيات. ربما تلقي المرأة مسكينة ما تقدرش تشري علبة الدواء، ولكنها في العرس لازم تلبس قفطان جديد، ولازم تروح تكري من بوتيك غالي. هذه كلها تحسينيات قد تدخلنا في المعصية دون أن بارك الله فيك، كنت ذكرتيها في المقدمة، قد نذهب إلى المعصية دون أن نشعر بتقصير حق في حق من حقوق أفراد الأسرة، خصوصا من المنفق، هذا الأب المنفق المسؤول الذي يتوجب عليه أن يكون صاحب حكمة ورشد. فجاءت المقاصد أختي ناصرة، مقاصد عظيمة يعني ولا نستطيع أن نذكرها بالكلية، ولكن نشير إلى أكيد سنعود إليها من خلال إجابة. نعم بارك الله فيك. أهمها أن الإنسان ما يكونش عبد للشيطان، ولكن يكون عبد للرحمن، وعباد الرحمن. لأنه الشيطان
هو أكبر من كفر بنعمة الله. الإنسان الذي يسرف هذا المال اللي هو نعمة من عند الله، سماه ربي سبحانه زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. هذا المال ننفقه في الصدقات، ننفقه في بر الوالدين، ننفقه في إصلاح ذات البين، ننفق به على الرعية، الأبناء تحت رعايتك. لكن تلقى الإنسان يصرفه يمين وشمال، فهو دخل في دائرة شبهة، دخل في دائرة الشيطان. هذا أول مقصد، لابد أن يكون الإنسان والعبد طائع خاشع ممتثل لأمر الله. إنه لا يحب المسرفين، يعني كاين آية أكثر من هذه؟ لا يوجد. ما يحبش ربي سبحانه، ما يحبش، يكفي أن الله لا يحب سبحانه. أولا. اثنين، الإحساس بالآخرين. الإنسان إذا تمادى واسترسل في شراء، كما قال سيدنا عمر، أو كلما اشتهيت اشتريت، يعني الإنسان كل ما يشتهي أمر. الآن مع الموضة، مع السرعة، مع قراءات كثيرة، بارك الله فيك، الإنسان يتحلى بالحكمة في ترشيد هذا المال، ترشيد الاستهلاك واستعمال هذا المال. الإحساس بالآخرين، كثرة التصدق، يغلق على روحه باب صدقة، بدل أنه يفتح باب على فقير، أنزيد نشري لي، يعني يكثر برك، يقعد غير يكثر، وبالتالي يقسو القلب. النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا كررناها في كثير من المجالس، لما جاء الرجل واشتكى قسوة قلبه، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اطعم مسكين وربت على رأس يتيم. اطعام الطعام، هذه لك أن تصور أختي نصيرة، لما الإنسان يعرض عن الإسراف، ماشي عندي حاجة، ما زيدش حاجة، أتصدق بها، يلين القلب، يرق القلب. هذا أيضا من المقاصد، هي المساهمة في الاقتصاد الوطن، لأنه بعدين راح تولي الفائدة جماعية. يعني ومن أهم الأمور التي يترتب عليها الإسراف، وهي من الأمور السلبية في الأسرة، أنه الإنسان يفقد زمام الأمور، يدخل في الدين لأنه ما فيش رشد، ما فيش يعني ترشيد في الاستهلاك، يدخل في ديون، ثم تصبح مسؤوليته مشبوهة، يصبح لا يعرف ماذا يفعل. وبالتالي الدين جاء لحفظ مصالح العباد في العاجل والآجل، الامتثال لأمر الله تبارك وتعالى سيجعلك في ذلك، تمشي في ذلك النفق، لا أقول نفق، ولكن رواق بارك الله فيك، رواق مضيء، يعني ومضاء برحمة من الله. فيجد الإنسان نفسه كلما امتثل لأمر الله تبارك وتعالى، إلا وكانت النتيجة إيجابية، وكان النجاح في الدنيا والآخرة. آمين. إن شاء الله يا ربي سنكون يا رب بين هؤلاء الذين نجحون في الدنيا والآخرة. آمين. لأنهم لم يسرفوا. بارك الله فيكم على هذا المدخل الطيب، ونشرع بإذن الله تعالى في الإجابة على أسئلة المتواصلين مع برنامج أن يتفقهن، الذي أذكر خصصناه اليوم للحديث عن الإسراف والتبذير وأثارهما على الأسر والمجتمع، وأيضا أثار الطيبة لترشيد النفقات وحسن التدبير. عنواننا أذكر به: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. أبدأ بسؤال الأخت إسمهان: ما هي حدود الإسراف والتبذير؟ أي متى يصح القول أن فلانا مسرفا أو مبذرا؟ الفرق بين الإسراف والتبذير سبقت إلى الحديث عنه في المدخل. صحيح. تفضلي. بارك الله فيك أستاذة نصيرة، وأحيي الدكتورة اسمها، الدكتورة إسمهان قصور من الإذاعة، تشارك في البرنامج دائما وتشجع. زميلة إسمهان، تحية لها. أحيي الدكتورة إسمهان، هي تقول أنا أشارك معكم بسؤال، بارك الله فيها، وهي تعلم الإجابة، ولكن أن نعلم بعضنا البعض حتى تتعدها الفائدة إلى المشاهدين. هذا هو. فحدود الإسراف الأخت نصيرة، كما ضبطه القرآن الكريم وضبطه علماء التفسير واللغة، قالوا أن يزيد إنفاقك على حاجيتك. وحينما نبسط المسائل هكذا باختصار، نقول بأن ملكة قبيل أشارت إلى مسألة أنه الموضة كذلك تقود الناس إلى الإسراف، الإشهار، الإشهارات تقود الناس كذلك إلى الإسراف، وبالتالي والموضة المتجددة، فنجد أنفسنا يعني بأبسط مثال في واقعنا الحالي، أن الإسراف عندك ما تأكل وتشتري زيادة، ليس ادخارا وليس عندك وليمة، وإنما كاين ماذا تطبخ في المطبخ سيدة، ولكن نطبع عند برنامج واحد آخر أن الثلاجة فيها المجمد، فيه ما يطبخ أو ما يوجد من طبخ، ثم تشتري زيادة، هذه صورة من صور الإسراف. عندها ما تلبس تشتري زيادة، هذه صورة من صور الإسراف. بالنسبة للتبذير، أن ينفق الإنسان
ليس في حاجته، بمعنى عندها برنامج أكل وشرب ولكن تزيد عليه. فالتبذير هو الزيادة التي لا علاقة لها بحاجيات الإنسان وضروريته. نضرب أمثلة، الماء مثلا، الماء أنا في البيت نغسله، ولا العين تترك هكذا تسيل من غير، لا يوجد إناء لكي، لا يوجد مثلا أواني تغسل، هذا عبارة عن تبذير. الماء هكذا يصرف من غير استخدام ولا استعمال بأبسط مثال. يعني حتى حين غسل الأواني يجب للسيدة التي تقوم بهذا العمل أن تعرف متى تفتح الحنفية ومتى تغلقها. لأنه حتى ونحن نغسل الأواني هناك إسراف كبير في الماء. جدا كبير. الملابس، الأرض، التنظيف كله، وخاصة أخت نصيرة أن المنظر، ونقول لأختي سمان بلك أنت تشاركين هذا المنظر، لما نروح المسجد مثلا بيت الوحدة تتوضى تفتح العين وتخليها تسيل، ومن بعد المرة هو يسيل وهي تتوضى بغرضها. بالتالي على نتوضى نغلق متى احتجت الماء أخذه، متى لم أحتاج الماء. وهذيك الأواني كاين ناس ما يحبوش يستعملوا هذيك الأواني، يعني إناء الوضوء، معليش نفتح العين قسمة ناخذ الماء ونعاود نغلقها، نفتح العين قسمة تقطر تفتح العين على آخرها. ولا تحكي لي واحد السيدة قالت لي يعني زوجة ابني تخلي العين مفتوحة وتروح، قالت لي واحد النهار شفتها ملاحظة الأولى الثانية قالت لي ما حبيتش نعطيها، ما حبيتش نكسر نروح نغلقها أنا. قالت لي نروح نغلق مثلا، نسيبوا مثلا الساده الكبار السن في البيت نحييهم تحيه كبيره، الاجداد والاباء لما احفادهم شالوا الضواوي في البيت كله، الضو كامل شال، ومن بعد يطفي الضو هنا يطفي الضو هنا، وهو جالس في بيت واحد والبيت كله. هذا تبذير، نقول لهم من حياتنا البسيطه الواقعي هذا عباره عن تبذير، ماشي اسراف برك، تبذير وزياده. فحينما عندك حاجة، عندي كما قلت مالكة هاتف نقرا به، أو عندي ميكرو نقرا به، عندي كمبيوتر ندرس، لماذا أحتاج إلى هاتف متطور؟ هذا إسراف. عندي هاتف يعمل لي أمور كثيرة، أنترنت وغيرها، أدرس، لا خرج هاتف فيها بويسونس زيادة، فيه كذا وكذا، يبدو يحكيوا لك على هذيك، خاصة الشباب يحكيوا لك على الماركات الجديدة والتقنيات الجديدة. عندي سيارة مريحة تمشيني إلى آخر، لا نشي سيارة 2022 ماشي تاع 2000 2020 ماشي تاع 2018. هناك من الذهب إلى أكثر من هذا، هناك سيدة تقول أنا أبدل أثاث منزلي كل سنة. نعم. وإن كان أتصدق بالأثاث الذي الذي لا أحتاجه. أواني رمضان أخت ناصرة تذكري في رمضان أواني نشري قدرة الشربة، وأنا عندي قدرة وعندي قدرة للعام اللي فات وتعلو العام اللي فات، وبعد وش حندير في البيت هذه. هذيك سيدة قلت لك كان لي عروستها أو زوجة ابنها تفتح العين وتروح، قالت لي مرة، قلت لها نغلقها وحدي، قالت لي مرة نبهتك بأدب، قالت لي واحد المرة وش قلت لها، قلت لها شوفي يا بنتي أنت الآن راكي أخت الشيطان. قالت لي كيف انا خد الشيطان، وهذا الشيطان كيف واش جابوا لعندي، المؤمن ما يحبش يكون خد الشيطان ابدا. قالت لي من بعد فهمت، قالت لها صح الايه الكريمه تقول ان المبذرين اخوان الشياطين، معناتها كي نخلي العين تسيل هكذاك في بعض الاحيان نغفل، ولكن حينما نعلم وننصح نقول حتى في بيوتنا في اسرنا بارك الله فيك، هذاك التنبيه ديك النصيحه بطريقه مبسطه قد تبك استفزيتها، ما قدرتش يعني ننصحها ولا تستجيب للنصيحه الا لما استفزيتها قلت لها انت خد الشيطان. نفس الشيء في العين الحنفيه في المسجد في اي مكان. حتى كان فيها واحده من علقوا على بعض الأسئلة، قالت أن شقيقة رحمه الله كان دائما يقول لها يوجعني قلبي لما نشوف العين تسيل، يعني الحنفية تسيل بالماء. قالت منذ ذلك الوقت أخذتها نصيحة وأعمل بها. هذه بتعمي هذه كريمة حسين، ما شاء الله ما شاء الله كريمة نحييها. صحيح أخوها الأكبر كان طبيبا رحمه الله، فدائما يدلها ملاحظة، فنجد بأنه حينما في الأسرة ولا في البيت ندخل في هذه التعليقات نجد بأننا لا ننتبه إلى نعم، هذه نعمة نحفظوها
ونسأل الله أن يحفظها ولا يسحبها منا ويديمها ولا يسحبها منا بارك الله فيك. فيها أزمة مياه فضل الملكة فيها أزمة مياه يعني وطحنا في أزمة مياه بارك الله فيك صح بارك الله فيك بارك. دائما تعجبني هكذا بروفيسور عقيلة من خلال السؤال تقودنا إلى كثير الآن مثلا جلت بنا في الكثير من مواطن الإسرافية وتبذير بارك الله فيك لأنه نصيرة لو كان ما نغطوش الفقه بالواقع معناتها ماشي فقه ماشي أن يتفقه وهذا ما نريد أن نصل إليه خاصة أخواتنا الكريمة هي في البيت هي تشتغل طيب تدخل لك المواسير ولكن مش احنا نحبوا نقولوا باللي هذا من الدين هذا من التدين وديننا يشمل جميع حياتنا والفقه يشمل جميع حياتنا في تفاصيلها الصغيره والكبيره ببساطتها بارك الله فيك بارك الله فيك. أم أيمن تسأل متى نتحدث عن الإسراف والمأكل والمشرب وقد أجابت على السؤال بروفيسور عقيلة أم هو تقول هل هو عندما يزيد على الحاجة أو متعلق برغبات الأبناء وهل هناك ضابط لمعرفة الإسراف من عدمه في الأكل والشرب؟ هذا لكن أجبتي عليه ولو باختصار. فيه جزئية أخرى. معليش جزئية أخرى تفصل فيها دكتورة عقيلة. إحنا عندنا قاعدة فقهية تقول العادة محكمة وهي من القواعد الكلية الخمسة المتفق عليها في المذاهب الأربعة. العادة محكمة بمعنى ماذا؟ العرف. متى أعرف أن هذه المنطقة هذه الأسرة تبذر عندها إسراف ما عندهاش؟ الأعراف تحكم. لأنه في مسألة أختنا سيرة في مسألة الأبناء هل السؤال هل تعتبر مسرفة إذا أنفقت كل ما يشتهي الأبناء هكذا كل ما يشتهي الأبناء تقول هل كل ما يرغب فيه الأبناء علينا أن عليها بالترشيد فيه أمور كما قال العلماء فيه ضروري فيه حاجي فيه تحسيني وهو أختنا سيرة الإنفاق هو من المباحات الأم تنفق على أولادها كما تحب الأب ينفق ولكن يضبط هذا كما تفضلت الأستاذة يضبط الأمر تاع الإنفاق بمسألة أنه ربما يسترسله الشيطان ويستدرجه حتى يلقى روحه خرج من الإسراف ودخل في التبذير هذا يعني هي أدرى نعم هي أدرى بالإنفاق في الأمور التي تجدها ضرورية وفيها منفعة لأبنائها بارك الله فيك هذا هو الأصل هذا هو نعم هذا هو بارك الله فيك دكتورة عائشة من معسكر تقودنا إلى ظاهرة أصبحت يعني شائعة في المجتمع تاعنا ومسألة العائلة التي تصر على إقامة الحفلات مهما كانت حفلة الأعراس أو الختان في أفخم الفنادق وفي أفخم القاعات المخصصة لذلك وهذا ما يكلفها أموالا طائلة تقول هل هناك حدود شرعية في إقامة احتفالات الزواج أو الختان وغيرها وهل من الشرع أن يكون الحفل بسيطا بحضور الأقارب فقط تفضلي أستاذ من ستبدأ بالإجابة لا مسألة باش نكون واقعية كثير أخوات يعني هاد في المسجد ولا في النقاش ولا في مواقع التواصل الاجتماعي يبداو يتحفظوا كي نقولوا لهم ما كاش تبذير في الاعراس والمناسبات يقول لك نفرحوا من الله وبالتالي باش نقول لك حبيت يعني تجذر في النفوس ان الشاب يقول لك انا يا عرسي مره واحده لازم نصرف ونجيب ونفرح الى اخره البنت نفس الشيء والاشكال وين راهو وين اين نضبط الاشكال في المساله الفقير لأن الإسرافة أو التبذير راهو خصلة قلبية نفسية ماهيش بناء على الغني أو الفقير لأنه قد نجد غنيا بخيلا ونجد فقيرا كريما ونجد غنيا مسرفا وفقيرا مسرفا ومبذرا فهي الصفة وليس مش عندك من مال فنجد بأن يعني ليست مرتبطة بمستوى الشخص المادي أبدا هناك بعض الأحيان الناس يلاحظوا أنه رحنا بيت وناس أغنياء ولكن حطونا حاجة قيس إلى آخره أنا نقول لأنه هذاك القيس ولا هذاك الأمر بالنسبة لهم هذاك هو الإكرام لا نبذر لا نسرف الأساسي والضروري تكرموا به نجد بأن في بعض الحالات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نأكلوا وشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة الآن الصور هذه النمطية الاجتماعية راح نحطوها في وين أين نصنفها هل في إبداء الفرح
في مسألة بارك الله فيك التظاهر والتفاخر. الفرح مشروع باش نناقشوا زوم أبنائنا وبناتنا، نقول لهم المناسبة والعرس الفرح مشروع، إكرام الضيوف مشروع، لباس مشروع، لكن أعطوني صورة أنتم تجاوبوا عليها مش نجاوب عليها، أنا سؤالين ولا تتفقوا معي في طرح السؤال، أعطوني صورة، هل الفرح مشروع بالديون وبالإسراف وبالمخيلة وبالتكبر وبإظهار مظاهر ليس لا تستطيع أن تقوم بها وإشكال كبير تعصير بها عز وجل، راح نخرجوا من دائرة الفرح والتعبير عن الفرح إلى معصية الله سبحانه وتعالى. ثم أن الوليمة الأخت ناصرة باش نزيد نضبط مليح في قان الوليمة، الوليمة حينما تضبط في الفقه الوليمة هي تأكل منها الفقراء، لأن الغني عنده العشاء في داره، عنده الغداء في بيته، قادر يجيب أي شيء، ولكن الفقير هو الذي تفضل أخت ناصرة. هنا قلتينا إلى مسألة أخرى بعيدة عن التفاخر، مسألة التودد أيضا لهؤلاء الأغنياء، نعم. هم صدقة، نعم. توجهوا الدعوة إليهم قبل الآخر، قبل الفقير، مع أن الغني يعني ما وش محتاج حتى نحطوا العشاء إلى آخره، وإن كان هذا أعرفنا وليما ولئمنا مسألة عادية، إلا أن بارك الله فيك التودد للغني وترك الصدقة للفقير، لأن الوليمة حين نقسموها حتى بعض الأخوات هنا داخل في النقاش هذا بعض الأسئلة يقول لك حنايا في الوليمة ما كاش تبذير في الوليمة، بعد الاخوات علقوا لي مره في واحد النقاش قالوا لي استاذه ما كاينش تبذير في الوليمه، قلت لهم كيف؟ قالوا لي حتى ذاك الطعام اللي يقعد راح نصدقوا به، ولكن انا لا احب اذا الطعام قعد ولا العشاء قعد ولا العرس وصدقنا به، لا، نحن شرعا حينما نضع وليمه العرس كما ياكل منها من توددنا اليهم هي من الصدقه ايضا، هي من الصدقه الوليمه هي فيها اجر كبير، وبالتالي المساله في هذه هي عندها علاقه بالتفاخر، اذا كان قصدنا ابتداء اكرام ضيوفنا اكرام اهلنا الفرح ستكون الوليمه فيها مقاييس عاديه، نلجا الى الاقتراض والى الديون والى تحمل المسؤول، هذاك الزوج تعبان من الديون والزوجه تعبانه من الديون من اجل فندق فخم وصالات فخمه وقاعه حفلات وافراح وحلويات من نوع كذا 20 نوع من الحلويات ووجبه متنوعه وراقيه، ثم ندخل في المساله، ولا واحد راح يسلم من النقد، ولا واحد راح يسلم من هذه النقاش، ولكن غيابه في هذه المناسبات نعاود نضبطها، غياب رضا الله عز وجل، غياب الضبط الشرعي سيؤدي بنا الى التفلت لا محاله. بارك الله فيك. فيك بارك فيك بارك. هل من تعليق؟ ربما فيه سؤال اخر اخت نصيرة يصب في نفس الموضوع. في نفس السؤال، حتى هناك سؤال، نعم. وان كان انا في بعض الاحيان اتفادى ان اكرر بعض الاسئله، نعم. التي تتم الاجابه عليها مسبقا، نعم. مثلا في مساله هؤلاء الذين لا يستطيعون اقامه هذا النوع من الافراح ويقترضون، كان سؤال من احدى المقبلات على الزواج، قالت انا عائلتي لا تستطيع أن نحتفل في قاعة حفلات، لكن الوالدين مصرين على ذلك، تقول أكيد أنهما سيلجأان إلى الاستدانة، وهذا هو مربط الفرس في هذه القضية. سؤال آخر من أختي لم تذكر اسمها، تقول ما يحيرني هو أن أسمع بعض الأولياء يشتكون من غلاء تكاليف الولائم والأعراس، والأدهى والأمر أنهم يلجؤون للاستدانة، أيضا قد طرحنا هذا الموضوع، لدفع تكاليفها ولا هدف من وراء إلا التظاهر. أرجو أن تخوضوا في هذا الموضوع أختي سؤالك، استمعت الإجابة عليه من خلال طرح سؤال آخر. أم سمير تقول ما نراه اليوم مبالغة أيضا في مسألة الاحتفالات في المدارس القرآنية، هنا الأمر مختلف نوعا ما، تقول يتنافى والشرع، فهناك إسراف في الحلويات مثلا، مع العلم أنها تقول أن لها خطورة على الصحة، ثم إن هناك من يعيز ذلك إلى تحفيز حفظة القرآن، لكن تقول ألا ترون أن التحفيز يمكن أن يكون بهدايا قيمة مفيدة فيها منفعة لهؤلاء الطلاب، وتطلب منا توجيه الأولياء في هذه المسألة. نعم، أقول بالله التوفيق. الحقيقة أخت نصيرة في كثير من المدارس الخاصة ومدارس القرآن خصوصا من يتواجدوا الأطفال، وإذا تعلق الأمر بكتاب الله
لابد أن يكون فيه تحفيز وتكون فعلا فيه فرحة لما طفل صغير يحفظ آيات من كتاب الله العزيز. طبعا التفاصيل كيفاش تصرفت كيفاش كانت هذه الحلويات ما عندناش. هي قالت إقامة يعني احتفال في المدارس القرآنية أو ربما في جهة أخرى في مقر آخر، لكن يتحدث عن مسألة إحضار الحلويات والإسراف في أنواعها وغيرها من المشروبات. تقول هي تحبذ لو أن هذه الأموال التي صرفت في هذا الذي يعتبرونه تحفيزا لهؤلاء الطلاب، تقول ليته صرف في هدية قيمة هكذا لهؤلاء الطلاب. فعلا فعلا مليكة، يعني أنا حضرت هكذا بعض الحفلات حفظ القرآن والتكريم إلى آخره في المسجد، يعني الأخوات الكريمات وربات البيوت نحييهم على كل حال، الأخوات اللي يحضروا حلقة المسجد إلى آخره، في نهار الحفلة يجيبوا كلهم حلويات من الدار، يخدموا دي جاتو حلويات تقليدية تاعنا، أنواع كثيرة من الحلويات، مقروط وعرايش وحلوى، ويجيبوها للمسجد ويجيبوا المشروبات ويعملوا حفلة، ويتحول المسجد إلى حفلة كبيرة ويوزعوا إلى آخره. وكاين اللي يجيبوا حلويات لي بونبون، دوك الحلويات سكاكير، حلويات سكريات، دوك يجيبوهم للأطفال، مع الأطفال يضروهم في سنانهم، خاصة الأطفال الصغار. هذه هي الصورة. هما الاخوات حبوا يقولوا هذوك كاين فيهم مرشدات فيهم معلمات القران، قال لك الاولياء ولو يحرجونا ما يعني بطريقه او باخرى، نهار في نهايه الحفل لا يجيبوا دائما ولا وحده تقدر تمنعها ما تاتي بهذه الامور، مع انه احنا لما كنا صغار لما كنا في سنوات سابقه، انت تتذكري ملكه ناصره تعرفي انه كي كنا نحضروا حفله في المسجد ما كانش الهدايا حلويات ولا هذه الاكراميات، كان نوع اخر، يعطوهم مصحف، يعطوهم اقلام، يعطيوهم كتب، يعطيوهم كراريس. شفتي كنا يعملوا حفله تخرج في المسجد ولا للاطفال حفاظه، كاين اشياء مفيده ويحتاجها طالب، رمزيه. لكن الان ولات يعني مانيش نحضر كثير على كل حال، ونعتذر من هذا المنبر من قراءه القران الذين يدعوننا وتدعوننا اخواتنا ولا الائمه يدعونا لظروف لا نستطيع الحضور، ولكن نحضر في بعض الاحيان اجد بانه اصبحت عاده هكذا موسعه انه الحلويات تدخل المسجد والاكراميات. الان اذا كان الامر متعلق بالاسراف او حولناها الى احتفالات أكثر منها رمزية يعني مسجد وحرمة المسجد إلى آخره، هذا شيء آخر. الأخوات هما اللي يحددوا لنا يضبطوا هذه المسألة داخل المسجد، ولا لا لا يحبوا يمنعوا ياخذوا يمنعوا، حبوا يحولوها إلى، والأولياء مساكن، الأولياء يفرحوا بأبنائهم، يفرحوا أبنائهم حفظوا القرآن، فهم يشجعونا، نقول لهم أخواتنا إلا حبيتوا هذيك الحلوة تصدقوا بها، صدقوا بها، إذا كان تعملوا درس أو حلقة خاصة بأن الأمهات يحضرن مثلا هدايا كتب وغيرها أو أقلام وكراريس يمكن أن تساهمنا أيضا، وبذلك المبلغ يمكن شراء الكثير من الهدايا. نعم ممكن يقدموها على شكل أموال، ممكن يعني أنتم أعملوا حلقة ولا درس، ولحنا من هذا المنبر نعطوهم اقتراحات للأخوات الكريمات أكثر مما تولي وكأن في المسجد تحول إلى 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 وليمة عرس. هذا هو الإشكال يتكلموا بين الأخوات. سؤال آخر من أخت تقول يؤسفني رؤية الخبز في حاويات الكمامات أكرمكم الله، فهل من نصيحة لهؤلاء المبذرين؟ ثم تطرح ابتعاد المجتمع عن المعنى الصحيح للإكرام الذي أصبح حسبها مرادفا للتباهي والتودد كما ذكرنا من خلال إقامة الحفلات على اختلافها، ومنها الجنائز التي تقام خلالها مأدبات عشاء على مدى ليال تحت عنوان الصدقة على الميت، فتقام بذلك تجمعات تصفها بالمرعبة. لماذا؟ تقول لأن الحاضر فيها القوي هو النميمة والإسراف والتبذير، فأين نحن من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ تتساءل وتسأل كيف نفعل دور الفقهاء في هذه المسائل. نعم أقول بالله التوفيق، الحقيقة سؤالها طويل ومتفرع في تقريبا ثلاث نقاط مهمة، ثلاث مسائل مهمة. أولا تبذير الخبز، وهذا أمر يعني فعلا ومن يعني من الأمور الخطيرة جدا ومعصية كبيرة في المجتمع. تكلمت على الجنائز زيدوا سطر واحد آخر، نعم زيدوا سطر، بارك الله فيك، زيدوا سطر، نعم
نعم معصية. خاص ربة البيوت، إلي مسؤولة ربة البيوت. نعم. هذاك الرجل يشتري زيادة والمرأة نعم. وتكلمت عن الجنائز يعني المأدوبات يعني الإسراف حتى في أنواع الأكل، في حتى الحلويات أصبحت حاضرة الآن في الجنائز. جدا جدا جدا. والكثير منها الأخت نصيرة حتى نصحح المعلومة، كثير منها صدقات. يعني صدقات، ليس أهل الميت هم من يحضرونها. نعم. أكيد لا زالت الدنيا بخير. الآن لما يموت ميت الجنازة فيه يعني صدقات تصل إلى البيت. هناك جانب إيجابي. نعم. هنا نتحدث عن مسألة الإسراف فيها فقط. الإسراف. نعم. لما أخت نصيرة باش نصحوا المعلومة، دار الجنازة لما توصلها صدقة، وهذا والله صدقيني أخت نصيرة غير عيناه يعني وعشناه وشفناه في الجنائز، وفعلا أمور يعني سبحان الله، يعني لطف الله ينزل صدقات، أمطار من الصدقات. يعني بيت الجنازة لحوم، خضر، فواكه، مكسرات، حلويات. بصح والله أستاذة. نعم. أنا نهضر لك يعني تفضلي. في الواقع تاعنا. نعم. في بعض الأحيان في الجنائز هذه الصداقات وهذه المساعدات تصل إلى العائلات الميسورة، العائلات الفقيرة لا يصلها من لا يصلها من النعم ما يصل إلى هؤلاء. بارك الله فيك. في إشارة نعملوا إشارة نعملوا إشارة نقولوا لأصحاب المحلات الكبرى اللي تصدقوا لما يسمعوا فلان ربي يجازيهم بالخير، بارك الله فيكم. ولكن بارك الله فيك أختي نصيرة، أمر يعني جلل كما تفضلت الأستاذة في الولائم وفي الأعراس. الأصل أنه هذه الوليمة تقدم للفقير لأنه مسكين في داره ما عندوش العشاء، راهو فرحان بهذاك العرس كي يروح ياكل وليد ياخذ أولاده، ولربما تصله إلى بيته. كذلك في الجنائز لما يموت في إنسان مسكين غير معروف كما قلتي، نشير من هذا يعني ونوجه رسائل، قدموا الصدقات، ربما تكون يذهبون عنهم الحزن، يذهبون عنهم الحزن. جبر خواطر. ماشي معقول ياكل ياكل. جبر الخواطر. جبر الخواطر. وهي اعلى مراتب التقرب من الله تبارك وتعالى. مساله الخبز اخت نصيره، يعني سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم اشار يعني الى هذه المعصيه الكبيره. اذا كان قد نبه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: اذا اكل احدكم طعاما فسقطت لقمته فليمط ما ربه منها وليطعمها، يعني ينفضها وياكلها. ما بالك بالاكياس، اكياس مملوءه يعني الخبز على كامله هكذا يوضع امام الحاويه. في القديم كنا نصبوا قطعه الخبز يعني ونقبلوها نقبلوها ولا زلنا نقبلها. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. الان اخت نصيره فيه رساله اخرى، ربات البيوت، عندك بنتك علمي لها بلي هذه قطعه الخبز اللي قعدت في الكيس استفيد منها في البيت. الالاف، لا اقول المئات، الالاف من الوصفات السحريه في المطبخ نعملوها من الخبز هذاك اللي يبقى على درجه حراره عاليه في الفرن ويصبح مطحون لتحضير به وجبات. وعلاش اخت نصيره نروح نشري الكيس تاع الخبز المطحون باش نحضر به يعني وجبه وانا في البيت عندي ارميه؟ وبالتالي استغلال الخبز في البيت واستشعار المعصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وهو كفر بنعمة الله تبارك وتعالى. يعني الحاويات وحتى يعني سبحان الله إهانة لنعمة الله تبارك وتعالى، وهو من عمل الشيطان. كيفاش الحاوية فيها عزكم الله يعني ما فيها من القمامة ثم كيس الخبز بجانب الحاوية، شيء يعني مرعب. يعني نسأل الله العافية. هذا إذا لم يكن داخل الحاوية. بارك الله فيك. حتى نقول من يعني الله سبحانه وتعالى قال: لا يحب المسرفين، إن الله لا يحب المسرفين، بمعنى قد ابتعدنا عن طاعة الله وأغضبنا الله سبحانه وتعالى بهذا السلوك الذي يتراه بعض ربات البيوت وبعض الرجال بسيطا. نحن حين نقول بأنه يحرم بمكان نعمة أن ستسلب من هذه النعمة، ها راح يكون أزمة غذائية في العالم. ولكن قد يقول واحد انا واش دخلنا يشوف تلفازه يشوف الاخبار الى اخره، ولكن نقول بان كل فرد كما يقول مالك بن نبي حينما ينفق كل فرد ساعه من وقته ستتطور الحضاره، وحنا كل ما يرمي كل فرد قطعه من خبزه سنؤدي الى ازمه غذاء، وبالتالي نجد بان توفير الغذاء بعدم رمي، كاين طيور مليكه، كاين خبز التدبيرات، خاصه ازمه الاكتفاء الذاتي من ناحيه اصبحت هاجس الدول الكبرى.
اكيد ليس طبعاً. فقط طبعاً. 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 راهي كما قلتي راهي امن عالمي طبعا. بالتالي هذيك الخبز عوض ان يوضع في الحاويه، لماذا لا يوضع للطيور وللحيوانات ولغيرها؟ وبالتالي الاطعام لا يكون في بالرمي، وبالتالي انت ترمي نعمه، ومن يرمي النعمه؟ يعني سؤال نقول للمشاهدين الافاضل، راك بكري الخبز المارينا يسميوها النعمه، هكذا يسميوها النعمه، نعمه ما بعدها لانها النعمه، لانها النعمه. وبالتالي نقول لمشاهدينا، تصوروا كم هي قبيحه صوره في شرعنا ان ترمي النعمه، والخبز من نعم الله سبحانه وتعالى. وبالتالي قد يعني قالت لي مالكة قبل ما نبدأ النقاش، نصر كنا نتناقشوا، نتوب لابد نتوب. وصلنا إلى مرحلة أننا لو تصرفنا هذه التصرفات نتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأننا قمنا بمعصية للأسف الشديد. اللهم اجعلنا وجعلنا من يتبعنا وكل من سألنا في هذا الموضوع فيك. من عباده التوابين. آمين يا رب العالمين. أذهب الآن إلى سؤال أخت سامية، جاء في انشغالها: نحن عائلة كثيرا ما نتناول وجبات الغداء أو العشاء في المطاعم، وغالبا ما نأكل ونترك الطاولة مملوءة بألذ المأكولات، لكنني أستحي من أن أطلب من صاحب المطعم وضع ما تبقى في علبي لأخذه معي، بماذا تنصحوني؟ خاصة أن الأمر يتكرر في فصل الصيف. يعني لا ننصح في مسألة أنها تستحي فقط، ولكن في مسألة الأكل هذا المتكرر في المطاعم. بارك الله فيك أختي نصيرة. أيضا السؤال متشعب. الآن تكلمت قالت لك نحن عائلة كثيرة الخروج، كثيرة تناول وجبات خارج المنزل، وكاين عائلات ما قدروش ياكلوا داخل المنزل تاعهم، داخل المنزل ربما في المنزل ما عندهاش خضر اللي تقدر تحضر فيها بها وجبه تسد بها الرمق. وبالتالي هذه الاخت راهي ابتداء راهي تعترف بنعمه الله عليها، اذا فهي في قدر كافي انها تخرج تتعشى. اولا نقول لها حاولي يكون عندك الترشيد في الاستهلاك، اذا كانت نسبه الخرجات عديده ربما غيري نهار خرجي انت ونهار اطعمي مسكين، ولا نهار خرجي انت تعشي برا ونهار روحي اقتني ماكولات فاخره هذه اللي تقول عليها، وديها البيت ادخلي السرور على اخوانك اللي ما لقاوش ما ياكلوا. لانه اخت نصير احنا الاصل في شريعتنا اطعام طعام، حتى في كفاره اليمين حتى في كفاره نعم اطعام طعام هو في اول مرتبه للتكفير، من كثره ما فيه ادخال السرور ورفع الحرج على الغير. هذه اولا. اثنين، ما تتحرش، لماذا لا ينبغي لها ان تتحرج من ذلك؟ تطلب من مدير المطعم ولا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.
حي على الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. رواه البخاري. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Thank you.
قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. قائم علي؟ قائم يضع لها الأكل. لماذا؟ أولا هي صرف عليه مال. انظري أختنا سيرة معضلة، هي لما تقوم وتخرج مستحيل رح يتناولوا هذاك الأكل مباشرة إلى سلة المهملات. انظري إلى هذا التبذير، هذا التبذير في أعظم صوره، الأكل الذي ليس إسراف، تبذير. لا تبذير، هي معصية. فعلا كما قال الفقهاء، قالوا درهم زيادة عن الحاجة في خير وفي حق هو إسراف. عندي حذاء نزيد نشري حذاء استعمله، لكن أن أصرف مال في سلة المهملات فهذا هو عين المعصية، وهذا ما يكرهه الله، وهي يترتب عليها إثم كبير. قلها خذي معك الأكل، ورسالة لإخواننا يرفعوا الحرج من هذه النقطة، صرفت عليه مال تحمل الأكل لا حرج. وإن شاء الله إن شاء الله في الحصص القادمة نأخذ مسألة الحرج، الضوابط والمواطن والمجالات والمظاهر الحرج. هذه مش موقف تحرج اختي ناصرة، نتحرج لما نقلق واحد، نتحرج لما أقهقه، لما أزعج إنسان بجانب، هذا أمر محرج عند الأذى، عندما أشعر أنني أذي الآخرين. نعم، لكن أنت شريتي أكل وما كملتيش، تأخذيه في علبة، أول فقير يصادفك بعد ما تخرجي بالمطعم هكذا علبة يعني محترمة. ونأكدوا على نقطة أنه الصدقة تكون محترمة ونظيفة وجيدة، وتفضلت الأستاذة في الطعام والأكل اللي يبقى من الولائم نتصدق به، ولكن يفضل أن يكون في الأول الصدقة، تكون في الأول العبادة على أول وقتها، والصدقة أيضا على أول وقتها. لما تدخلي المطعم يعني طلبي ما تأكلين، وهذيك الزيادة لك شك باللي ابتداء قبل ما تمسيها في علبة، يعني المؤمن يتصدق بأفضل ما عنده. بارك الله فيك، لأنه مع الله مش حتى بارك الله، أنت مش حتى ترضي الفقير، حتى ترضي الله ونعم. وبالتالي مقام الله سبحانه وتعالى. أمنا عائشة كانت تعطر القطعة التي تتصدق بها، قلت لك لأنها في يد الله قبل يد الفقير، وبالتالي تأخذ معها. إذا داتوا لبيتها واستغنات عن تحضير وجبة أخرى في البيت فهي جنب إسراف وتبذير. إذا مدتها الأقرب فقير تصادفوا بعد خروجها من المطعم بها ونعمت، أخير وخير وخير، وربي يقدرها إن شاء الله. نشكرها على السؤال، لا تبحث عن دينها جميل. شكرا لكما. سؤال أخير في هذه الحلقة التي أذكر مشاهدين نخصصها للحديث عن الإسراف والتبذير تحت عنوان كلوا واشربوا ولا تسرفوا. لميا من الغرب الجزائري، كنت ذكرتها وأنت تجيبين على السؤال المتعلق بمسألة الحاجيات والضروريات والكماليات ومسألة القدرة على إقامة الاحتفالات، تسأل عن مسألة العرض الذي تقوم به العروس من ألبسة هكذا أمام المدعوين خلال حفل الزواج، وعن تهيئة العروس من أثاث وأفرشة وغيرها، مع العلم تقول نحن غير قادرين على ذلك. أربط هذا السؤال بسؤال أخت أيضا تتحدث عن مسألة كيف ننصحها في مسألة صرف المهر الذي يتقدم به الزوج لها. نعم، بالنسبة للعرض الأزياء التي تقوم به الفتيات والبنات، يعني الأخت ناصرة والله غير ساعات الفقيه يوقف موقف عرف الآن، حينما تغلب العادة الأعراف، الناس تغلب. جميل أن نرى فتياتنا هكذا جميلات متزينات في عرسهن، إن شاء الله صحيح جميعا، ونحن على ويفتح أن نعيش موسم الأفراح أيضا. صحيح بارك الله فيك، إن شاء الله بيتمم لهم جميعا بالخير. ولكن إحنا نقول للفتيات أنه حينما تقومين بهذا العمل، أولا تكلفي والديك، لأنه بعض الوالدين حين يوقعوا في الدين، ولا تكلفي زوجك لأنه هو كذلك عنده حفلة وعنده وليمة وعنده مصاريف أخرى. ومن ديننا أننا المسألة متعلقة بالبركة وبالخير أكثر منه الإسراف، وبالتيسير أكثر منه الإسراف. ثنين،
هذا اللباس في حدود غير الاستطاعة. ولا أخت نصيرة كانت واحد المرة ناقشنا في قناة القرآن عندها سنوات وقف جهاز العروس. كاين أخوات عندهم ألبسة، إذا قدرتي تسلفي ملاح، إذا قدروا الأخوات يعني من خلال كما كنا نقولوا حفلات في المسجد إلى آخره، لو كان الأخوات في إطار المساجد والجمعيات إلى آخره يغطوا هذا النشاط بالنسبة لوقف جهاز العروس، وبالتالي هذاك اللباس التقليدي التي لا تستطيع أن تخيطه أو تشتريه يعني تقريبا حتى تكري ما تقدرش، ربما حتى من جانب الكراء يكون أسعار حتى هذا غير متاح بالنسبة لهذه الفتيات. ممكن هي كذلك تفرح كبقية الفتيات الأخريات وتقوم بهذا المسألة، لأن المجتمع لو كان وصلوا إلى مسألة هذه الأوقاف لتغطي المناسبات والولائم والأعراس سنصل إلى مرحلة أولا ما كاش إسراف، لا يوجد إقطاع، توجد الصدقة، توجد المساعدة، يوجد التكافل الاجتماعي. بالنسبة لمهر العروس، مهر العروس هو أن لا يعود إلى الزوج، أعطاه لزوجته حلالا طيبا فلا يجوز له أن يعود إليه، هذه واحدة، خاصة إذا كان يريده منها قصرا، لأنه كان بعض الأخوات تقول لك عطاني من بعد قال يجيب ندير به مشروع فيها بعد أو نخلص به الدين اللي صرفناه في العرس، هذا إشكال واحد آخر. نحن نغلق هذا الباب، شرعا باب هذا مغلق، مهر العروس حق لها، تهبه لمن تشاء، تصرفه فيما تشاء، تعطيه لمن تشاء بإرادتها بكامل حريتها وبكامل إرادتها. العرف هنا جهاز العروس يحدد في العرف، عادة البنت تريد أن تشتري لبيتها وتعمر بيتها وتشتري يخصها ذهب، يخصها لباس، يخصها جهاز، يخصها أدوات في بيتها الذي تحتاجه، ربما تصرفه على الوليمة، الذي تحتاجه هو الذي يصرف فيه على حسب أعرافنا وثقافتنا وعوائدنا. أكيد تبقى دائما مسألة الضروريات مهمة، وكل ما هي أمور تحسينية كما ذكرت بروفيسور دكتورة مليكة، وهي تتعلق إن شاء الله بروفيسور فينا اليوم دكتورة هي تتحدث عن مقاصد الشريعة. مليكة نعود نقول بالك حصة كاملة نشرح لهم بالتفصيل وشنو ضروريات وشنو حاجات تحسينيات، لأن الإشكال هنا الإشكال موجود هنا فعلا. بعض الأحيان نسبق التحسينيات على الضروريات الماليات من الضغوطات الاجتماعية، الضغوطات الاجتماعية وأيضا عاداتنا وتقاليدنا، أكيد أن فيها الكثير من الإيجابيات، لكن هذا الجانب السلبي يلقي بظلالها أيضا على مسألة الإنفاق. والإمام الشاطبي وش يقول؟ محاسن العادات هي تحسينات، هي تحسينات. شفتي احنا محاسن العادات حبينا نرجعوها ضروريات في قلب المفاهيم والقيم الاجتماعية، ولكن الفقه هو اللي يخلينا نضبطوا هذه الأمور. ونحن هنا أيضا أكيد معلمتين حتى لا تقلب المفاهيم وحتى تفهم كل المصطلحات وكل الأمور والمسائل بضوابطها وبأحكامها الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد استحسنتم هذه الجلسة رفقة معلمتينا، ومن خلال هذا البرنامج الذي كنا فيه معكم على طول الموسم وناقشنا فيه الكثير من المواضيع التي تهمكم، والتي دائما أقول نختارها من خلال الأسئلة الكثيرة التي تصل البرنامج. بروفيسور عقيلة شكرا جزيلا لك. العفو، شكرا لك يا أختي نصيرة وأختي مليكة. دكتورة مليكة شكرا جزيلا لك أيضا. العفو. مشاهدينا الكرام شكرا لكم جميعا، شكرا للفريق التقني القائم على إنجاز هذه الحلقة من أن يتفقهن، شكرا للمخرجة نادية شراير وأيضا زميلنا سعيد محروق لم أعمل معه منذ تقريبا أكثر من سنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.